السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد، أستاذ آلة العود والنظريات الموسيقية. تحياتي لكم وأتمنى أن تكونون بألف خير. اليوم طبعا عندنا مقام عشاق مصري، اللي هو أيضا فرع من فروع المقام الرئيسي، مقام النهاوند، وراح اللحظة أمامكم في الورقة حتى نطلع على الأجناس اللي موجودة في السلم. لكن قبل ما نطلع دائما أكد عليكم، في صندوق الوصف موجودة دائما الأمثلة، لأن كثير من الأصدقاء يسألون على أين الأمثلة. موجودة في صندوق الوصف مع رقم الهاتف اللي موجود عندي، رقم الهاتف الخاص بي طبعا، اللي هو خاص بالأسئلة أو أي شيء تحتاجون إن شاء الله. لاحظ أمامكم الآن بالورقة، هو يتكون عشاق مصري من جنس نهاوند وجنس بيات. هذا الجنس الأول اللي هو نهاوند يبدأ طبعا، يبدأ من الري. عشاق مصري يبدأ من الري، أسفل تلاحظون أول وحدة، أول علامة ري، ثم مي طبيعي إصبع ثاني، ثم فا إصبع ثالث، ثم صول طبيعي، ثم لا إصبع ثاني، ثم سي كار. هاي علامة سي كار، خفض ثلاثة أرباع سي كار، اللي هو راح يصير يصبح عندكم أيضا إصبع ثالث، لكن ليس مثل البيمول، متقدم شوية أمام، راح أشوفكم إياه. ثم دو ثم ري. أول ما تبدأ أنت تبدأ عندك إنه ري، هذا ري ياخذ عندنا سي كار، إذن كله طبيعي، يصير عندك يصبح سيكون ري مي فا صول لا، هاي سي كار. هنا بيمول، وتقدرون تاخذون الطريقة الثانية، أكمل السلم سي كار، واضح؟ دو ري خلاص. الطريقة الثانية اللي هي صال، شوف لاحظ كان هنا الطريقة الثانية، واضح؟ إذا صار عندك أصبح عندك إنه الري أصبح أول ري دو سي لا صول فا، ويتكون طبعا دائما عشاق مصري يؤخذ في بعض الأماكن اللي في بعض الأغاني. أتمنى أنه استفادتوا من هذا الفيديو، ولو بجزء أو بشيء أنه تقدر تفتهمه وتعيد الفيديو أكثر من مرة، حتى أنه تقوي نفسك في السلم من خلال ما تبدي به في السلم. الفيديو القادم يكون مقام آخر حتى نطلع عليه ونطلع على أجناسه. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتي ومشاركة فيديوهاتي، وأي سؤال أنا حاضر. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.